بعد رحلة وسفر 12 بلد مختلف، تعبنا كلش وصار لازم أن أرجع وأمارس حياتي الطبيعية. طلاب فترة امتحانات بس لاني كسولة. صباح الخير دكتور، شلونك؟ شو أخبارك؟ انترفيو بعد ما يطلعنا شيء تاتا بس بدي رحت على طريق الطويل. هوني صوتي صوتي. الو الو، التي تحمل كل وحده منهم تاريخ وقصص. الكرام عمار نشأة الماء قلت لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، مع السلامة. اللي إذا أطبخه هو طبق حلو، ما راح أقول لكم ايش، بعدين راح تعرفون.